بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عبر قنوات عين. اليوم بإذن الله راح نستهدف فئة التوحد لجميع المراحل الفصل الدراسي الأول. المادة هي اضطرابات طيف التوحد. موضوع الدرس الاستراتيجية العاشرة، التدريب بالمحاولات المنفصلة. معكم إلهام الهويش. سنتناول اليوم الاستراتيجية العاشرة، التدريب بالمحاولات المنفصلة. وكما تناولنا سابقا، نحن نتناول الاستراتيجيات التي أثبتت بالأدلة والدراسات بأنها فعالة في تدريب الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. هل تعتبر استراتيجية التدريب بالمحاولة المنفصلة علاج لاضطراب طيف التوحد؟ لا، إنما هي طريقة مناسبة لتدريب الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مهارات مختلفة. سنتناول هذه الاستراتيجية بالتفصيل بإذن الله. ماذا نعني بالتدريب بالمحاولات المنفصلة؟ هي إجراء يتضمن تجزئة السلوك أو المهارة إلى خطوات منفصلة تسمى محاولات منفصلة، وتتضمن كل محاولة مثير، تلقين، واستجابة الطالب، وتوابع السلوك، وسنتناول معانيها بالتفصيل بإذن الله. وتتكرر المحاولات عدة مرات مع تلقي الطالب للتعزيز على الاستجابة الصحيحة. كما وضح التعريف بأنها تجزئة المهارة، مثال: يتعرف الطالب على الألوان، هذا هدف في الخطة التربوية الفردية. المحاولات المنفصلة تعني تجزئة الهدف إلى مهارات صغيرة، وكل مهارة نعطيها عدد من المحاولات. المحاولة تتضمن عدد من العناصر مثل المثير، الاستجابة، توابع السلوك، التعزيز وما إلى ذلك. سنتناول معنى هذه الاستراتيجية وطريقة عمل هذه الاستراتيجية بالتفصيل بإذن الله. أجزاء هذه الاستراتيجية، هذه الاستراتيجية تحتوي على أجزاء مهمة في تطبيق هذه الاستراتيجية، مثل المثير. المثير قد يكون صوت أو قد يكون وسيلة أمام الطالب، مثال: أن يتعرف الطالب على الألوان. المثير ستكون وسيلة تحمل عدد من الألوان، أو أن يستخرج مثلا الطالب اللون الأصفر أمام الطالب، وسيلة تحتوي على عدد من الألوان، عليه أن يستخرج اللون الأصفر، فالمثير هنا هو هذه الوسيلة. التعليمات، مثل أن يقول المعلم: أعطيني اللون الأصفر، طلع اللون الأصفر، أيا كانت صيغة السؤال تعتبر هذه هي التعليمات. الاستجابة هي طريقة استجابة الطالب للتعليمات، هل الطالب يستخرج اللون الأصفر؟ هل الطالب يعطي المعلم اللون الأصفر؟ هذا ما نعنيه بالاستجابة. التعزيز، كيف نعزز الطالب؟ لها طريقة معينة في هذه الاستراتيجية وسنتناولها بالتفصيل بإذن الله. الفاصل الزمني بين كل محاولة ومحاولة أخرى. هذه الاستراتيجية عندما نطبقها مع الطالب ذو اضطراب طيف التوحد، بين كل محاولة ومحاولة يوجد فاصل زمني. في اللقاء القادم بإذن الله سنستعرض كيف نطبق جلسة مع الطالب وكم هي مدة الفاصل الزمني بين كل محاولة ومحاولة أخرى. هنا رسم بياني يبين آلية التدريب بالمحاولات المنفصلة. في البداية يوجد مثير، كما قلنا سابقا المثير هو الوسيلة التعليمية، ولكن في بعض الأحيان لا نستخدم وسيلة تعليمية، مثال: الهدف هو أن ينظر الطالب إلى المعلم، إذن سيكون المثير هنا هو صوت المعلم، مثل: انظر إلي، أو أشوف، ستكون هذه العبارة هي المثير لأنه لا توجد وسيلة تعليمية. ثم الاستجابة، أي ما يقوم به الطالب بعد الاستماع إلى المثير أو النظر إلى المثير، مثلا الاستجابة: الطالب نظر إلى المعلم. تأتي بعدها توابع السلوك، وهي عملية تعزيز الطالب على النظر إلى المعلم. فرضا الطالب لم ينظر إلى المعلم أو لم يستجيب للوسيلة التعليمية، مثلا: أعطيني اللون الأصفر، الطالب أعطى المعلم اللون الأزرق. ماذا يجب على المعلم أن يقول؟ يجب أن نستبعد العبارات مثل خطأ أو غلط، نستخدم عبارات بسيطة أو تلميحات تبين للطالب أن عليه أن يختار شيء آخر، مثل: أو أشوف. أختار عبارة وأستخدمها دائما
عندما يخطئ الطالب في عملية الاستجابة، بحيث يدرك الطالب أن معنى هذه الإشارة أو معنى هذا الصوت أن عليه أن ينظر إلى الوسيلة مرة أخرى، أو عليه أن ينتبه لتعليمات المعلم مرة أخرى. كم العمر المستهدف أو ما هو العمر المستهدف من أجل أن نطبق هذه الاستراتيجية؟ من مرحلة ما قبل المدرسة 3 إلى 5 سنوات إلى المرحلة الابتدائية 6 إلى 11 سنة هي العمر المناسب لتطبيق استراتيجية التدريب بالمحاولات المنفصلة. كم عدد الأشخاص في الجلسة التدريبية؟ هذه الاستراتيجية مشتقة من برنامج لوفاس لتدريب الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. هذا البرنامج دائما ما يركز على الجلسات الفردية 1 إلى 1، بمعنى المعلم أو ولي الأمر مع الطالب في جلسة في مكان هادئ ومريح وخالي من المشتتات. ماذا نعني بالمشتتات؟ هل يعني أن الحائط يكون لا يوجد به أي وسيلة تعليمية أو نستبعد أي عنصر مرئي أمام الطالب؟ بالتأكيد لا. المعني بالمشتتات هو وجود أشياء ليس لها قيمة أو ليس لها معنى في مكان التدريب. مثال: في جلسة تدريبية في الركن الفردي يوجد مثلا كوب قهوة، هذا يعتبر عنصر مشتت لأن كوب القهوة يعتبر في غير مكانه. الجلسة التدريبية لا يجب أن تحتوي على كوب قهوة، فبالتالي الطالب سيفكر حول فائدة كوب القهوة أو ما الذي يجب عليه أن يفعله مع كوب القهوة. هل يعتبر كوب القهوة وسيلة تعليمية؟ إذن كوب القهوة هنا هو عنصر مشتت، ولكن بالتأكيد لا بأس من وجود بعض اللوحات التي تساعد في عملية التدريب، مثل لوحة التعزيز، جداول العمل، أوراق التي يسجل بها المعلم المعلومات، لا بأس من وجودها في الركن الفردي ولا تعتبر عنصر مشتت. إذن كم عدد الأشخاص في الجلسة الفردية؟ فقط المعلم مع الطالب أو ولي الأمر مع الطالب في جلسة في مكان هادئ وخالي من المشتتات. نتناول الآن التعزيز. كما قلنا سابقا، من أركان هذه الاستراتيجية عملية التعزيز، والتعزيز في هذه الاستراتيجية يخضع لقواعد معينة. كيف نقدم التعزيز للطفل؟ وهل من الضروري أن يعرف الطفل عدد المحاولات؟ بكل تأكيد يجب على الطالب أن يعرف عدد المحاولات. كيف يعرف عدد المحاولات؟ في هذه الاستراتيجية التعزيز يكون من خلال محاولات منفصلة، مثال: 5 محاولات أو 9 محاولات في الجلسة الواحدة. يجب على الطالب أن يحصل على معزز رمزي عند كل محاولة. مثلا أعطى الطالب أول مرة اللون الأصفر، يحصل على معزز رمزي. المرة الثانية أعطى لون أصفر، يحصل على معزز رمزي آخر. ما بين 5 إلى 9، ويجب أن يكون الطالب يعرف عدد المحاولات مسبقا. بعد ذلك يحصل الطالب على عملية على المعزز. في عمر أصغر قليلاً قد يكون من المفيد أن يحصل على معزز غذائي في كل محاولة إلى أن يدرك مفهوم العد، بعد ذلك نستخدم المعزز الرمزي. كيف نصنع وسيلة جمع المعززات لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المحاولات المنفصلة؟ أمامنا هنا فلين مرن. أنا أفضل العمل بهذه الخامة مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. أولاً هذه الخامة من الصعب أن تعرضها للتلف، خاصة مع الأطفال الذين يضعون الوسائل في الفم. أيضا مناسبة لوضعها أو تنقلها، فهي لا تتعرض للتلف، كما أنها خفيفة الوزن. نقص جزء صغير من هذه من الفلين اللين أو أي خامة أخرى، كرتون أو فلين عادي، بهذه الطريقة. ونضع عدد 5 ملصقات أو 5 أزرار مثلا، بحيث الطالب بنفسه يضع المعززات الرمزية من 5 إلى 9. بهذه الطريقة نضع شريط الفلكرو أو التشيك تشيك عدد 5 3 4 5، وعلى الطالب أن يجمع المعززات البصرية. في حال كان الطالب يبتلع القطع البلاستيكية الصغيرة، نختار قطع تكون أكبر
وغير قابلة للابتلاء بهذا الشكل، بحيث في كل محاولة ينجح بها الطالب المعلم يعطي الطفل قطعة ويقوم الطالب أو الطفل بوضعها في المكان المناسب، وحين يحصل على 5 قطع يحصل الطالب على المعزز المفضل. يعطى الطالب جزء من الوقت حتى يستمتع به المعزز، ثم نعيد المحاولة مرة أخرى، نزيل المعززات الرمزية ويبدأ الطالب بجمعها من جديد. بهذه الطريقة يعمل التعزيز في استراتيجية التدريب بالمحاولات المنفصلة. إذا تناولنا الجزء الأول من استراتيجية التدريب بالمحاولات المنفصلة، وكما ذكرنا سابقا بأنها من الممارسات أو الاستراتيجيات المبنية على البراهين، أي أنها أثبت علميا فائدة هذه الاستراتيجية في عملية التدريب وإكساب الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد سلوكيات ومهارات إيجابية. تناولنا طريقة عمل التعزيز وكيف نصنع وسيلة التعزيز بشكل بسيط جدا وسريع، لا يأخذ الموضوع أي وقت في عملية صناعة هذه الوسيلة، وكيف يعمل التعزيز في هذه الاستراتيجية استراتيجية التدريب بالمحاولات المنفصلة. أيضا تناولنا الأركان الأساسية لهذه الاستراتيجية مثل المثير، التعليمات، استجابة الطالب، وعملية التعزيز والفاصل الزمني. نستكمل بإذن الله كيف نعمل بهذه الاستراتيجية مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في اللقاء القادم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.